بصيف 2023 كانت للأم تي في إلى جانبها الصبية الحلوة اللي جمعت مبلغ 100,000 دولار من خلال مساعداتكم لعملية الزرع. واليوم كمان نحن وأنتو رح نكون إلى جانب مارغريت المصابة بسرطان الغدد الليمفاوية ويلي للأسف ما قدرت تعمل العملية لعدم تجاوبها مع العلاج. اليوم عم تخوض رحلة علاج جديدة لتتحضر لعملية من نوع آخر. المبلغ اللي قدرنا نأمن قدرت أعمل العلاجات لهلأ، بس بعد عندي 4 جلسات لحتى إنه يتنظف لا أقدر أعمل العملية. بعرف إنه بعد في ناس مستعدين يتحدوا هيدي المرحلة معي. صلواتكم مهمة كتير لمارغريت، وبحسرة بتحكي عن معاناة مريض السرطان بلبنان. غير إنه عنا وجع فيهم ما لازم يكون موجود، هو إنه نلاقي الدواء ونكون عنا المبلغ لنقدر ناخد الدواء. رح نربح هيدا الحرب زقل لغد. لينا والدة مارغريت مسلمة أمورة للرب وعم تطلب من كل شخص يرجع يوقف حد بنتها. كلت للتجميع 12,000 دولار هيدي الإيمينوثيرابي تا يساعدوها تيحضروا لها للكارتي. شو ما كان الثمن، شو ما كان الكلفة، لو شي مني أنا مستعدة لآخر نفس. هالمبلغ حمله كبير والتمنيات كتيرة إنه كل شخص تعاطف مادياً ومعنوياً مع مارغريت بالسابق يرجع يكون حدا، لأن بإيمانها القوي وبتبرعاتكم رح تنتصر على هالمرض الخبيث.